هاي الأشياء اللي نقراها مو معلوم أنها صحيح باطل. النظريات التي يقولها زيد وعامر، النظريات اللي لها مصدر بشري، الفيلسوف الفلاني قال كذا، هذه نظرية بشرية واحد قايلها، صحيح غلط مو معلوم. الحق اللي واحد يطمئن إليه، اللي واحد قلبه يستقر، نجده في كلمات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة اللي نطمئن إليها موجودة في هذه الكلمات، يكشفون لنا الواقع، يبينون لنا الطريق. ليش واحد يحرم من هذا المعين، من هذا المنهل؟ واحد يطالع أحوالهم، يحفظ أحاديثهم. هذه الأحاديث التي نطالعها والتي نحفظها تصنع شخصياتنا. الإنسان عندما يحفظ شيء من كلمات الأئمة صلوات الله عليهم، هذا يخلق نور في باطنه، هو يشعر بذلك النور. يعني هو الإنسان عندما يقرأ هذه الأحاديث يشعر بهذه النورانية، هو يشعر أنه تغير. واحد يطالع، يحفظ، يحضر إلى المجالس اللي تعقد بهذه المناسبة ويستفيد منها.